الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق سيد الرسل وبحق فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وبحق علي بن أبي طالب سيد الأوصياء وبحق حسن بن علي سيد الأولياء وبحق حسين بن علي سيد الشهداء وبحق علي بن الحسين زين العابدين وبحق محمد بن علي الباكر وبحق جعفر بن محمد الصادق وبحق موسى بن جعفر الكاظم وبحق علي بن موسى الرضا وبحق محمد بن علي التقي وبحق علي بن محمد النقي وبحق حسن بن علي الزكي العسكري وبحق حجة بن الحسن العسكري عليهم الصلاة والسلام أئمة وسادة وقادة بهمة والله من أعدائهم تبرأ. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم مواتنا وسلم مسافرينا. اللهم اشف مرضانا. اللهم هد ديوننا ولمن وجب حقه ولينا واغفر ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدای اپنی عزت و عظمت دا واسطہ ما
مرحوم بھائی صاحب دی زندگی دے عمدن سہمن غلطیاں تو درگزر فرما، مالک اللہ انہاں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، انہاں دی وفات تو گن کے ہن تے وارثین نے جو بخشی دے تحائے بھیجن، ختم قرآن مجید ذکر محمد و آل محمد، یہ دسترخوان تمام اپنی بارگاہ قبول فرما، اس دے صدقے مالک اللہ انہاں دی نیکیاں اپنی بارگاہ قبول فرما، شفاعت محمد و آل محمد حقدار بنا، کریم خالق اپنی عزت و عظمت دواستے اینا جوانا دی زندگی سلامت فرما، این خاندان دے جتنے بھی عزیز دنیا تو ٹور گئے انہوں کو بخشش نصیب فرما، اینا دی والدہ دی زندگی دراز فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، اس عظیم دن دی عظمت دواستہ سارے مرحومین دے بھی گناہ معاف فرما، اسا گناہ گاراں دے بھی عمدن سامن غلطیاں تو درگزر فرما، مالک جتنے بھی اولادن یا اولاد نرینہ کو ترستن ہر سکھ دی ماں دی گود آباد فرما، جتنے پریشان حال مقروض مریض ہیں میرا اللہ تمام دیا حوائج شرعیہ قبول فرما، اس مہلک وائرس محفوظ فرما، حج و زیارات دیا سعادت نصیب فرما، خالق اللہ اپنی عزت و عظمت واسطے یوسف زہرا دا جل ظہور فرما، انہاں دے لشکر دا سپاہی بنا، قدمہ جام شہادت نصیب فرما، اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة ما فی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا مناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزکتہ ومتمتہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی اللہ